السلام عليكم. أسماء العروسي، فنانة تشكيلية وصانعة تقليدية من مدينة مكناس، رئيسة تعاونية أر ديكو مود للإبداعات الحرفية والفنية. كانت واجد بهذا المعرض اللي هو خاص بالتعاونيات اللي منظمه جهة فاس مكناس وكذلك غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس، وهو في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية. هذا المعرض اللي كيعطي التعاونيات واحد الفرصة كبيرة وزوينة أنهم يزوروا تعاونيات أخرين ويتلاقوا ويتبادلوا المعلومات ويتبادلوا الثقافات ويتبادلوا الثقافات المهنية والإنتاجية ديالهم، وكذلك باش يسوقوا المنتوجات ديالهم من بعد ما دازت الجائحة ديال كورونا واللي أثرت على القطاع بصفة عامة وأثرت على الصانع التقليدي. ولكن الصانع التقليدي قوي ومتشبت بالحرفة ديالو ومتشبت بالصناعة التقليدية ديالو وبالمغربية وبالوطنية ديالو، فإن شاء الله كنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يكون هذا المعرض فرصة كبيرة باش يعوضوا شي شوية داك الشيء اللي ضاع من مر الجائحة. والحمد لله ما ضاعت حتى شي حاجة، الحرفي كتبقى صنعته في يديه وكيبقى رزقه تحت يديه ورزق مولانا، ونتمنى التوفيق للجميع. وكنشكر اللي سهر واللي نظم وكل من ساهم من بعيد او من قريب في الحقيقه هذه المعارض الزوينه اللي بصراحه كتعطي واحد الفرصه كبيره واحد المجال كبير لا للصانع التقليدي ولا للزوار ولا السكان ديال المدينه باش انهم كيجيو كيفوجوا في هذه المعارض وكيكتشفوا عاوتاني الجديد في المنتوجات الصناعيه وكيقتنيوا في الحقيقه كيتقداو وكيعجبهم الجمهور المكناسي ولا كاع المغربي ذواق. وكنتمنى التوفيق للجميع. شكرا. شنو التقييم ديالك للمعرض والناس ديال الزوار هذه المره؟ هاد المرة هادي كاين إقبال كبير على المنتوجات وعلى المعرض. المعرض جا في واحد الموقع استراتيجي زوين في واحد الواجهة في الحقيقة اللي هي فروجية وتعرفوها المكناسيين كاملين، وجاية في السونتر في الوسط نتاع المدينة. وخا كيكون المعرض في أي بلاصة ديما الزائر واللي كيكون كيبغي ولا عاشق للصناعة التقليدية كيقلب عليه فين ما كان. ايوا مزيان الحمد لله، كانت مميز جاي في الوسط في حقيقه. زارونا الناس من كل من كل من كل الزوايا ومن الاركان ديال مدينه مكناس جاو لعندنا لهنايا، ومعروف حتى نعتل شي حد كيكون معروف. ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم حتى نتوما، شكرا حتى للاعلام في الحقيقه كنساوه ما كنعطيوهش حقه في الشكر، لانه حتى هو في الحقيقه كيعطي واحد الاشعاع وحتى هو كيدير واحد الاشهار للمعرض وحتى هو كيواكب الصانع وحتى هو كيواكب المعارض وكيواكب هذه الفرص هذو. كنشكركم انتم على هذا المجهود اللي كديروا، الصراحه مجهود مجاني بالنسبه للصانع التقليدي. كيقدم الاسم ديالو الاسم التعاونيه ديالو وكذلك الاشهار للمكان ديال المعرض، وكذلك حتى الناس اللي كيكونوا متابعين ليكم تيعرفوا فين كاين المعرض وكيعرفوا المستجدات. وتنتمنى لكم التوفيق حتى انتم كذلك. شكرا.